يعد النحت فرعا من فروع الفنون المرئية، وفي نفس الوقت يعتبر أحد أنواع الفنون التشكيلية. يرتكز هذا الفن على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد تشغل حيزا متكاملا من مجسمات ثلاثية الأبعاد لإنسان، حيوان أو أشكال تجريدية. يشار إلى أن فن النحت قد ولد منذ عصور ما قبل التاريخ. الفن التشكيلي، هذا الفن يحتاج إلى خيال واسع، يحتاج إلى دقة ومهنية في العمل. نعم، ويحتاج إلى دقة وعملية في العمل وخيال واسع. أكثر من ذلك، هو يحتاج إلى روحانيات كثيرة. الفنان يجب أن يكون روحاني، لازم يكون مثل السيسموغراف، ارتجاجات. الفنان هو جزء من المجتمع، وهو حساس جدا لما يحصل للمجتمع من جميع النواحي ومن جميع المواضيع، إن كانت اجتماعية، إن كانت سياسية، إن كانت اقتصادية، بجميع الأمور. الفنان هو مثل السيسموغراف، هو يلتقط ويبث، وما يعطي يعطي من أحاسيس ومن شعور، إن كان عن ألم أو فرح، أو يعبر عن تفاؤل أو تشاؤم حتى. أستاذ جمال، يعني الفن التشكيلي وفن النحت على الصخر بالذات هو فن قديم جدا حتى ما قبل التاريخ. الفن بشكل عام كان الرسم، وكان في المنحوتات أيضا، هي بدأت منذ الإنسان البدائي، منذ وجود الإنسان أو ما يسمى إنسان الكهوف. كان يعبر بها كوسيلة للتواصل، وما زال الفن اليوم كوسيلة للتواصل شمولية، هي الوحيدة اللغة الشمولية في العالم التي ليس لها أيضا حواجز. فهي كانت بالأساس من الإنسان البدائي، إنسان الكهوف، كان كي يعبر عن أشياء معينة في وقت اللي لم يكن به الإنسان يتكلم، لم يكن به قادر على الكلام أو التعبير بلغة، فكان يرسم الشكل ليعبر عن نفسه، وأحيانا عن طقوس بدائية جدا جدا تتعلق بالسحر وبآلهة وكذا. لكن اليوم الفن التشكيلي بدأ يأخذ مناحي وأشكال تعبر عن فلسفة. شكل النحت بالنسبة لكثير من الثقافات أمرا أساسيا في العبادة الدينية، فإلى وقت قريب كانت المنحوتات الضخمة التي يعد صنعها باهظ الثمن للأفراد العاديين تعبر عادة عن الدين أو عن سياسة. فالثقافات التي عاشت كثير من منحوتاتها هي ثقافة البحر الأبيض المتوسط القديم، وكذلك الثقافة الهندية والصينية، بالإضافة إلى الكثير في أمريكا الجنوبية وأفريقيا. مجتمعنا يمتلك الكثير من المواهب الصاعدة، كصاحب خبرة وباع طويل كما قلنا في مجال الفن التشكيلي، كلمة لك لهؤلاء الهواة. الهواة المشكلة هي ليست بالهواة، المشكلة هي بالذوي الهواة، بالأهل. النظرة عندنا في مجتمعنا للأسف، لكن بدأت تتغير، أكيد بدأت تتغير، ووجود وحضور. قبل كل شيء الفن لازم يكون له حضور في داخل المجتمع لكي يترسخ، هاي كأساس أولي، وهذا ما نعمل به من خلال المهرجانات والمعارض. شيء ثاني، اليوم أصبح جيل له أولاد وله جيل جديد، اللي هو جيل متنور ومثقف ومتعلم، ويهمه ابنائه أن يسيروا في مواضيع الفنون بجميع المجالات. يعني ينقصهم الكثير من ناحية المؤسسات، من ناحية إقامة الدورات، لكن أهم شيء أن الأهل يدعموا المواهب. كيف يشعر الفنان الذي يأتي بصخرة مجردة ويحولها إلى تمثال أو إلى شكل يستهوي العيون والقلوب؟ من ناحيتي بشكل شخصي، أنا أرى في الصخرة الطبيعة بحد ذاتها، هي الطبيعة، هي الطبيعة بحد ذاتها، وأنا مصغرة جدا في شكل صخرة. أنا أتفاعل بشكل شخصي مع الصخرة، أنا أتكلم مع الصخرة، ربما قد يبدو هذياء أو أني أهلي، لكن أتكلم مع الصخرة، وعندما أتكلم مع الصخرة والصخرة تحاورني، هذا شيء لا يمكن التعبير عنه بشكل بصري أو بشكل إحساس، لكن هذا موجود، هو نوع من الرقي أو التحليق. ويبقى الفن التشكيلي بشكل عام وفن النحت بشكل خاص أحد جوانب الإبداع الفني الممتد منذ ما قبل التاريخ. عماد غضبان، قناة هلا.